ناصر غراب، صحفي في موقع أوراس وصاحب قناة مصر الجزائري على اليوتيوب. والنهاردة جيت أكلمكم عن صناعة المحتوى. حكي لنا على بدايتك في صناعة المحتوى. البداية هي كانت في 2019 أو أواخر 2019، إن أنا كنت بحب يعني بحب الفلوجر، فلوجر عرب اللي عايشين في أوروبا بالذات، كنت بدأت أتابعهم بشكل كبير جدا، يعني كنت بتابع حوالي 7 ولا 8 فلوجر كده بشكل يومي. فحاولت إن أنا حسيت إن أنا بقيت مدمن للموضوع ده. فكرت إن أنا يعني طب ما أنا كنت عايش في مصر وجيت هنا الجزائر وشايف الجزائر بنظرة واحد مصري، أنا ينعم مصري جزائري وكل حاجة، بس العقلية بتاعتي عقلية واحد مصري. فقلت ليه ما أصورش يومياتي أو حاجات كده أو فيديوهات يومية، ومنها إن أنا أتعلم المونتاج وأتعلم كذا حاجة في نفس الوقت. وشنو هما الصعوبات اللي تلقيتها في صناعة المحتوى؟ الصعوبات في الأول طبعاً أنت هتبقى خايف تقف قدام الكاميرا، ده أول حاجة، أو حتى لو بالموبايل، ده لو انت لوحدك. يعني انت في البدايه اصلا انت بتبقى خايف لو انت لوحدك وماسك موبايلك ولا بتاعه وبتصور نفسك، ده حوار. فما بالك بقى ان انت بتصور في الشارع بموبايلك، يعني ما اكيد هيقول لك ايه العبيط ده، انت واقف انت ماشي في الشارع بتكلم نفسك حبيبي بس. فده كان اكبر حاجه صعبه. كيفاش تحضر محتوى قناتك وتختار موضوعاتك؟ المواضيع بختارها بالصدفة جدا، يعني وانا قاعد بتكلم معاكي كده مثلا، تيجي في دماغي بنتكلم في موضوع ليه علاقة بمصر والجزائر. ازاي واحد والده مصري وامه جزائرية بيفكر ازاي اصلا؟ يعني انا من البداية من نشأتي اصلا كده، من تطوري، وانا حصل حاجات كتير بين مصر والجزائر، بين شد وجذب، ومش عايزين ندخل في حوارات يعني. فالكائن ده بيفكر ازاي؟ بالنسبة لي ده حوار يعني. بكتبه عندي، ادونه وبتاع، لما اجي اعمل فيديو او خلاص جه الوقت اللي انا عايز اعمل فيلم بالفيديو ده بصوره. وشنو هي الرساله اللي تحاول تقدمها؟ في الاول هي يعني رسائل كتير اكيد، من ضمنها يعني في تخصصات مختلفه، اذا كان في الرياضه ولا في السياحه ولا السياحه في الجزائر هنا او حتى السياحه في مصر. بس كل الحاجات دي او كل التخصصات دي بتندرج في الاول وفي الاخر تحت التقارب بين مصر والجزائر، دي اهم حاجه. انا لو في واحد غير فكرته عن الجزائر او واحد جزائري غير فكرته عن مصر يعني بسببي، ده شرف عظيم بالنسبه لي. كيفاش تشوف صناعه المحتوى في العالم العربي عموما وفي الجزائر خصوصا؟ بالنسبه لصناعه المحتوى في العرب، بين يعني صناع المحتوى العرب، اكيد في صناع محتوى كتير في العرب مشهورين ومعروفين جدا يعني. ممكن اشهرهم واللي حببني في صناعه المحتوى هو كريم السيد المصري اللي كان عايش في بريطانيا وكده، ده يمكن اشهرهم. بالنسبه للجزائريين هنا في مشكلة بس عند المستخدمين الجزائريين، ان يا جماعة في صناع محتوى جزائريين هنا وحلوين وبيقدموا محتوى يعني اكتر من رائع في كل المجالات، اذا كان محتوى صناعة محتوى اعلامي ولا اقتصادي ولا سياحي ولا رياضي ولا بتاع، في كتير جدا. بس يعني اللي يشوفهم، وشفنا حتى الحملة اللي حصلت على خبيب والتضامن كتير اللي حصل معاه، والناس فعلا لما دخلت وشافت المحتوى بتاعه قالوا ازاي ده جزائري اصلا. نصيحتك للشباب اللي حابين يتجه لصناعة المحتوى؟ النصيحة في الأول في الآخر ابدأ باللي معاك موبايل كواليتي حلوة ابدأ بيه، كواليتي وحشة ابدأ بيه، ما معاكش بص يعني اتصرف، ابدأ وخلاص، ابدأ باللي معاك. حتى لو ما معاكش بي سي ان انت تعمل مونتاج او كده، منتج بالتليفون، ومش شرط تكون واو يعني. اكيد اول فيديو هيبقى كارثة، ده طبيعي، بس انت عندك عذرك ان انت لسه في البدايه يعني، مش فارقه. انا اول فيديو عملته انا قعدت منتج فيه 8 ساعات، وقبلها 15 يوم بتفرج على فيديوهات مونتاج بس. يعني انا قعدت مثلا 15 يوم بتفرج على فيديوهات، كان عندي اجازه كده، اجازه دراسيه، انا قضيتها كلها بتفرج على فيديوهات مونتاج وما بطبقش. بعدها بثلاث شهور رحت صورت اول فيديو، كان ماتش الديربي بين مولودية وياسما. بعد ما صورت قلت بقى عندي فيديوهات، عندي محتوى عايز امنتجه. قعدت 8 ساعات، قعدت ليله كامله قاعد بمنتج في فيديو 10 دقائق. كلمه اخيره، انا بشكركم على الاستضافه دي يعني، وبشكرك انت محجوبه يعني على راس الليكيب، المجموعه اللي موجوده هنا. والحاجه اللي اوجهها للناس، دون افكارك، عندك اي فكره اكتبها، حاول تكتبها، لان الدنيا دي كلها هي بدات بفكره يعني. كل حاجه في حياتنا دي كلها كانت فكره صغيره وبداوا الناس يطوروها ويشتغلوا عليها، فدون.